بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تشرفت اليوم بتمثيل السيد رئيس الجمهورية في قمة قادة مجموعة الاتصال لدول عدم الانحياز حول التعافي بعد جائحة كوفيد-19، حيث أظهرنا ما قدمته الجزائر وما قامت به من أجل تجاوز هذه المحنة، وحتى خلال المحنة كما تحدثنا عن ما قدمته الجزائر من مساعدات ومعاونات للدول الشقيقة والدول الصديقة من أجل التعافي من هذه الجائحة التي ضربت العالم بإسره، وما زالت مخلفات هذه الجائحة خاصة مع ما نلاحظه من تغيرات جيوسياسية والتي تؤثر على سلاسل القيم وسلاسل الإمدادات، مما يؤثر على اقتصاديات كل الدول خاصة الدول الموجودة في طريق النمو حاليا. وبالتالي بينا بأن التجربة الجزائرية كانت ناجحة في هذا المجال ولله الحمد، وطلبنا أن تكون مجموعة دول عدم الانحياز طلبنا أن تقوم بالمزيد من الجهود حتى تكرس مبادئ الحركة و تصبح منارة على المستوى العالم، خاصة والعالم الآن يشهد استقطابا هائلا يثبت جدارة ويثبت أحقية دول عدم الانحياز في أن تكون لهم منظمة تحمل شعاراتهم وتحمل مبادئهم وتدافع عن حقوقهم في نظام عالمي جديد. هذه كانت رسالة الجزائر لهذه القمة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون حركة عدم الانحياز دائما منارة للدول النامية والدول التي تعمل على إعادة بعث نظام اقتصادي مالي وسياسي عالمي جديد. شكرا.